هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها الراج. الراج ده هو عبارة عن حاجة اسمها الـ Retrieval Augmented Generation. إيه هو الـ Retrieval Augmented Generation؟ مبدئيا كده نعرف حاجة اسمها الـ LLM الأول. الـ LLM أو Large Language Model هو عبارة عن موديل بيعمل مالتي تاسك زي الشات جي بي تي دلوقتي اللي احنا ايه شغالين عليه ده. بس مشكلته في ايه؟ ان هو بيشتغل على داتا مدرب عليها، والداتا ديت موجوده على مستوى العالم كله، وداتا دي كبيره جدا. بس اللي انا عاوز، لو انا عاوز يشتغل على داتا خاصه بيا انا، فانا المفروض ان انا اخليه يتدرب على الداتا الخاصه بيا انا. هي دي المشكله، ان انا طبعا عندي داتا خاصه بيا، عندي مجموعه بي دي اف بتاعتي انا، فانا عاوزه يتدرب على البي دي اف دي عشان لما اجي اساله سؤال يجاوب على البي دي اف اللي عندي، مش الايه، مش اللي عنده هو. كمان في مشكله تانية، ان هو اول ما طلع مثلا كان بيقول لك ان هو كان معتمد لحد 2021. طيب انا عاوز ادرب مثلا على يعني داتا جديده، فانت في الحاله دي هتستخدم حاجه اسمها ريتريفال اوجمانتد جينيريشن. يعني انا عاوز استخدم موديل اصلا موجود اللي هو مثلا الشات جي بي تي مثلا 3 ونص او 4، فاحنا عاوزين نستخدم اللي هو الشات جي بي تي مثلا اللي هو 3 ونص او 4 ده، ونخليه ان هو يتدرب على داتا سيت خاصه بينا احنا فيها مجموعه بي دي اف دوكيومنتس، ماشي؟ ولما اجي اساله سؤال بعد كده المفروض يرد عليا بيزد على الدوكيومنتس اللي انت ايه اللي انت بتشتغل عليه. خلاص، دي الفكره اللي احنا عاوزين ايه نطبقها. طيب الفكره دي بتتم ازاي بقى؟ عن طريق الجي اي اف ده. اول حاجه ان انت بتحدد ايه هي البي دي اف اللي انت عاوز تشتغل عليها، او الملفات، او ايا كان بقى، ملفات بي دي اف، ملفات صوت، ملفات سي اس في، صور، جداول، ايا كان الشكل بتاع الدوكيومنتس اللي انت المفروض هتشتغل عليه، ماشي؟ المفروض تعمل له حاجه اسمها دوكيمنت بروسيسنج، او نعمل له حاجه اسمها شانكينج، ان انت بنبدا نقسم الداتا سيت ديت، او نبدا نقسم الملفات دي الى اجزاء صغيره، ماشي؟ لاني ما اجي اعملها بروسيسنج انا مش هعملها بروسيسنج مره واحده، انا هبدا اقسمها الى مجموعه اجزاء صغيره واطبق عليها حاجه اسمها امبيدنج. طيب ايه موضوع الامبيدنج ده؟ موضوع الامبيدنج اللي هو المفروض ديت الموديل اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو بياخد التكست وبيحوله الى ايه؟ الى فيتشرز. خلاص، فالامبيدنج ده اللي هو بياخد الشانكس او بياخد الاجزاء بتاعه الملفات اللي انت اشتغلت عليها وبيحولها الى ايه، الى بيحولها الى فيتشرز. بعد ما يحولها الى فيتشرز يركنها او يخزنها في حاجه اسمها فيتشر داتابيس. يعني الموضوع خلاص بيتم مره واحده دلوقتي في الاول كده، ان انا بقى خدت الملفات او الدوكيومنتس كلها قسمتها الى مجموعه اجزاء، ماشي؟ فطلعت منها مثلا انديسيز او ارقام، بعد كده دخلت الارقام ديت على الامبيدنج، الامبيدنج طلعت لها الفيتشرز، الفيتشرز بعد كده اتخزنت في ايه؟ في حاجه اسمها فيكتور داتابيس. ده نوع من انواع الداتابيس كده اسمها فيكتور داتابيس، زي السيكوال لايت والحاجات دي. طيب اليوزر بقى المفروض يعمل ايه؟ اليوزر المفروض يبقى عنده ابلكيشن، المفروض ان هو معاه ابلكيشن، الابلكيشن ده يدخل عليه ويسال سؤال معين، عاوز يسال سؤال معين على الدوكيومنتس دي. فالمفروض اللي يحصل؟ المفروض السؤال ده يروح لمين؟ يروح للباك اند. لو انت شغال على فرونت اند، ده فرونت اند اهو اللي هو الابلكيشن انت شغال عليه، موبايل بقى او ويب سايت يعني. المفروض السؤال ده يروح للباك اند، الباك اند ده يبعته برضه لحاجه اسمها امبيدنج. نفس الامبيدنج موديل ده هو نفس الامبيدنج الموديل اللي موجود فوق ده. ليه؟ عشان ده ياخد برضه السؤال يحوله برضه الى فيتشرز، والفيتشرز دي بقى تتعمل لها كوزاين سيميلاريتي مع الفيكتور سبيس عشان يشوف اقرب فيكتورز للسؤال اللي انا سالته. انا طبعا مش هاخد كل الملفات اللي انا بعتها لك كلها عشان تجاوب لي على السؤال، لا، انا عاوزك تستخدم ايه؟ عاوزك تستخدم الحاجات اللي هي قريبه جدا، او الفيكتورز القريبه جدا من السؤال اللي انا سالته فقط لا غير، ماشي؟ فعشان كده عامل امبيدنج، ماشي؟ عملنا امبيدنج للسؤال عشان يطلع فيتشرز، الفيتشرز دي تروح لحاجه اسمها سيمانتيك كاش، والفيكتورز ديت هتروح لحاجه اسمها سيمانتيك كاش، هيعمل عمليه كوزاين سيميلاريتي او عمليه ايا كان يعني التكنيك اللي انت بتستخدمه في السيميلاريتي هنا كده، عشان يطلع لك في الاخر ايه؟ يطلع لك الحاجه الامبيدنج نفسه بتاع السؤال والقريب منه في ايه، في الفيكتور داتابيز. والكلام ده يروح ليه تاني؟ الكلام ده يروح للباك اند اي بي اي. طيب لما يروح للباك اند اي بي اي، بروح بعد كده حاجه اسمها اوجمانتد يوزر كويري، ان انا ببدا احط بقى السؤال اللي هو الفيتشرز بتاعت السؤال، الناتج بتاع الامبيدنج بتاع السؤال يعني، مع الفيكتورز اللي انا اخترتها من الداتابيز اللي هي فودي، نحطها مع بعض كده بشكل معين زي ديكشنري، زي اي شكل بقى ايه يقبله الايه، يقبله ال ال ام. طيب بعد ما خلصت الكلام ده كله، هبعت الايه السؤال والحاجات القريبه جدا من السؤال، هبعتها للموديل بقى اللي هو الشات جي بي تي مثلا، يبدا ان هو يتدرب على الكلام ده كده، ماشي؟ ويعرف بقى السؤال معمول ازاي، والتكست اللي هو قريب جدا من السؤال شكله معمول ازاي. وبعد كده المفروض الايه يعمل لي موديل، والموديل ده يعني يروح لمين بقى؟ يروح للباك اند، عشان بعد كده اليوزر لما يروح لي
الابلكيشن تاني ويكتب السؤال بتاعه. المفروض ان انت الاجابه بتاعت السؤال ده بتروح للباك اند، وبعد كده من الباك اند تروح لمين؟ الابلكيشن، عشان بعد كده اليوزر ايه يبدا يشوف النتيجه دي. خلاص، يبقى ال موديل في الاخر المفروض هو بيستقبل اللي هو الامبيدنج الخاص بالسؤال والفيكتورز الموجوده عندك في الفيكتور تابز اللي هي اقرب الى السؤال، ماشي؟ يروح تتحول الكلام ده الى ايه؟ تروح للباك اند الاول، بعد كده الباك اند يعمل لها او يبعتها لحاجه اسمها اوجمانتد يوزر كويري عشان تحط السؤال جنب الايه؟ الحاجات اللي قريبه منها، وبعد كده الكلام ده يروح للموديل، فالموديل طبعا يطلع لك الاجابه بتاعتك اللي انت عاوزها من خلال السؤال والاجابات اللي انت بعتها، ويرجع لك الاجابه فين؟ على الباك اند، ومن الباك اند يروح للابلكيشن، ومن الابلكيشن يقدر اليوزر ايه؟ ان هو يشوف الكلام ده. ماشي؟ ده الموضوع كله بتاع الايه؟ بتاع القصه دي. طيب ازاي بقى نطبق الكلام ده بشكل ايه؟ بشكل عملي. في بقى ايه؟ في مجموعه لابات هنشتغل عليها. هتلاقي في نفس الفولدر ده كده في عندك لينكس. اللينك ده اول ناخد مثلا اللي هو اللينك، اول لينك موجود في الرياكت تحت اهو في النص ده، نقدر ان احنا نستخدمه وندخل عليه، وهنفتح الايه؟ هنفتح الملف ده كده. الملف ده يا شباب هو عبارة عن يعني اكسرسايز المفروض انت تطبقه على مايكروسوفت ايجور عشان تطبق نفس الفكرة بتاعة الايه؟ بتاعة الرسمة اللي احنا شايفينها دي كده. خلاص؟ طيب عندي هنا implement retrieval augmented generation وراك with Azure Open AI Service. طيب بيقول لك ال estimated minutes اللي انت ممكن تاخدها هنا 30 minute، ماشي؟ لازم بقى يكون معاك حساب طبعا Azure عشان تقدر تشتغل على الايه؟ على الكلام ده. فنمشي واحدة واحدة كده ونشوف الدنيا ايه؟ نشوف الدنيا شغالة ازاي. طيب أول حاجة بيقول لك انت عشان تكمبليت الاكسرسايز ده انت محتاج يكون عندك حاجة اسمها Open AI Resource و Azure AI Search Resource وال Storage AI Account Resource. طيب ايه هو الاوبن اي اي ريسورس ده؟ ده الريسورس اللي هي هتشيل كل حاجه موجوده عندي، اللي هو كونتينر كده يعني فيه كل ايه؟ يبقى فيه كل الحاجات اللي انا شغال عليها دلوقتي دي، يبقى فيه مثلا اللي هو الريسورسز بتاعتي اللي هو اللي هيعمل تشانكينج واللي هيعمل واللي هيعمل ايه والستورج اكونت اللي هيكون فيه الملفات بتاعت البي دي اف، ماشي؟ هو ده الايه؟ ده اللي هو الايجور اوبن اي اي ريسورس، هيشيل اللي هو اللي هيعمل تشانكينج وهيعمل بروسيسنج على داتا سيت، وهيشيل كمان ريسورس بتاعت ايه؟ بتاعت البي دي اف اللي هنحط فيها الملفات بتاعت البي دي اف. طيب نمشي واحده واحده كده ونشوف الدنيا شغاله ازاي. اول حاجه بقول لك ادخل لي على ايه؟ البورتال اللي هو الايجر، فهتدخل على الموقع نفسه وتشوف انت مسجل بقى ايه؟ هتسجل طبعا بالاكونت بتاعك، فانا دلوقتي هختار الحساب ده مثلا. الحساب ده طبعا يعني لسه معلوش حاجه خالص، فالمفروض نمشي ستيب باي ستيب كده ونشوف الدنيا شغاله ازاي. طيب اول خطوه عندي بيقول لي انت هتكريت حاجه اسمها ايجور اوبن اي اي ريسورس وذ ذا فولوينج سيتنج. طيب هتيجي هنا كده وتقول له ايه؟ تقول له ايجور اي اي ممكن لو انت يعني الكلمه مش مظبوطه قوي ممكن ناخد طبعا الكلمه من هنا على طول اللي هو الايجور اوبن اي اي بالشكل ده كده بعد ما فتحنا البورتال يعني نسيرش عليها. فده الايجور اوبن اي اي اهو، هنعمل له نكليك عليه هيبدا يفتح معاك، هيقول لك بعد كده اعمل لي كرييت للايجور اوبن اي اي ريسورس اللي هي هتشيل لي بقى كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي. فهنفتحها كده، هيقول لك اعمل لي ريسورس جروب، سمي لي اسم معين للريسورس الايه؟ جروب اللي هتشيل اللي هو الكونتينر اللي هيشيل كل حاجه ده. فاقول له مثلا انا عاوز اشتغل دلوقتي على حاجه اسمها راك، يعني انا هسمي الريسورس ديت اسميها حاجه اسمها راك. خلاص؟ طيب هنا بيقول لك ان انت ممكن تستخدم بقى ايه ريجون، انا هستخدم مثلا ريجون اللي هي الايست يو اس، هسيبها ديفولت كده مثلا. وهنا في النيم هنسمي هنسميها برضو ايه؟ راك، عشان يبقى انا برضو ايه عارف ان الانستنس بتاعتي اسمها راك. بيقول لك هنا لازم ده مستخدم قبل كده، فانا هستخدم مثلا ايه؟ ممكن استخدم حاجه زي كده راج وادي له اي رقم مثلا حاجه زي كده. طيب مستخدم برضه، فندي له مثلا ندي له راج ونحط له اي رقم تاني 4 1 مثلا، ماشي؟ وبعد كده اقول له ايه؟ قال لك استخدم الستاندرد اللي هو البرايسنج بتاعتك اللي هو بقى ايه هتدفع ازاي يعني. طبعا انت معاك اكونت فيه 100 دولار، ماشي؟ فالستاندرد عاوز تشوف الفول برايسنج ديتيلز، فدي لو انت عاوز تشوف يعني ايه
اللي هو اللايسنس بتاعتك، وبتدفع قد ايه، والكلام ده كله، اللي كل تاسك انت بتعملها. لو انت استخدمت شات جي بي تي تدفع كام، لو انت استخدمت الفور او اللي هو المدفوع اصلا هتدفع كام، وهكذا. ماشي. طيب نرجع تاني عندنا هنا بقى، نمشي ستيب باي ستيب كده. هو قال لك اختار اي ريجون من الريجونز دي، فاحنا اخترنا مثلا اس تي يو اس. بعد كده قال لك حط لي يونيك اسم يونيك، فحطينا الاسم بتاعنا. ونعمل ايه بقى؟ هنعمل كريت، هنعمل نيكست. طيب برضه هنعمل ايه هنا؟ نيكست، مفيش اي حاجه هنا نعملها، وننتظر شويه على ما يخلص الكلام ده كده. على ما يخلص قال لك ايه، ادخل فيه، هتعمل لي حاجه اسمها الايجور اي اي سيرش. اللي هو ايه، ايه هو الايجور اي اي سيرش؟ هتبص للصوره دي كده، المفروض ان في هنا موديل، او في يعني زي ريسورس كده، اللي هو المفروض ياخد الملفات دي كده ويبدا يقسمها ويحولها لارقام. هو ده الايجور اي اي سيرش. طيب هنعمله ازاي؟ قال لك برضه هتدخل على طبعا هنكليك على كريت ديت. بعد ما تيجي هنفتح برضو ايه، ايجور بورتال جديد. ادي ايجور بورتال، نعمله ساين ان. ماشي. وهنسيرش هنا على حاجه اسمها الايجور اي اي سيرش، اللي هي اول واحده دي كده، نكليك عليها. برضو هيقول لك اعمل لي كريت لي سيرش سيرفيس. هتقول له الريسورس اللي انا لسه عاملها من شويه، هي ريسورس واحده بس تشيل كل حاجه. والسيرفيس نيم هنسميها بقى ايه، اللي هي يعني نسميها اسم يكون يوصف الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. فهنسميها ايه، اللي هي بتاعت اللي هي بتجيت تشانكس اصلا، او بتقسم الداتا بتاعتك الى اجزاء. ماشي. واللوكيشن بعد كده نشوف اللوكيشن. قال لي the region in which you provision in the Azure OpenAI resource. هنختار نفس اللوكيشن اللي احنا اخترناه فين في المره اللي فاتت. احنا اخترنا ايه، الايست يو اس. هو هنا عامل، طيب احنا اخترنا الايست يو اس، ممكن نختار ده كده. ويقول لك ايه، هيقول لك ان انت هتستخدم البرايسنج بتاعتك بيزك. فهنيجي هنا كده ونقول له انا عاوز اتشينج البرايسنج كتير، اقول له انا عاوز بيسك زي ما هو طلب مني. ماشي. وبعد كده اقول له ايه، اقول له ريفيو اند كرييت، واسيبه ايه شغال لحد ما يخلص. بس بعد ما يخلص طبعا هتكليك على كرييت اللي هتظهر تحت دي. طيب على ما يخلص بيقول لك هنا هتعمل لي الاستورج اكاونت، اللي هو هيشيل البي دي اف او الملفات بتاعت البي دي اف. فهاجي بفتح، افتح ايه، افتح ايجر بورتال برضو جديد. كل مره افتح ايجر بورتال دي بس عشان ما اضيعش الحاجات اللي انا بعملها في كل صفحه. وهاجي برضو هنا سيرش على حاجه اسمها الاستورج اكاونت، اللي هو ده. وهيقول لك برضو اعمل لي كرييت الاستورج اكاونت، نعمل له كرييت. هيختار ريسورس جروب، يعني ماشي اوتوماتيك هو الراك. والستورج اكونت نيم، انا هقول له مثلا حاجه برضو توصف ان دي هتشيل الملفات اللي انا ايه هشتغل عليه. فاقول له مثلا ديت اللي هستخدمه حاجه اسمها دوكيمنتس مثلا. طيب والبرايمري سيرفيس، تعالى كده نشوف هو بيقول لي هنا استخدم ايه. ده ريسورس جروب، الستورج اكونت، يونيك نيم، سميناه احنا دوكيمنتس. الريجون بتاعتك اللي هي المفروض ايست يو اس، البرفورمانس ستاندر، ولوكالي. نعمل كريت بس هنا كده عشان ما ننساش. ونروح هنا نشوف قال لي استخدم ستاندر. ماشي. وهنا قال لك استخدم الايه، اللوكال، لوكالي ريداندنت ستورج. ماشي. هنا في حاجه اللي هو البرايمري سيرفيس ده، مفيش حاجه في البرايمري ايه سيرفيس. وريجون، متأكد من ريجون اليو اس ايه زي اللي احنا اخترناه في الاول خالص. طيب بعد كده اقول له ريفيو واقول له كريت. كده احنا عملنا كريت للريسورسز الاساسيه الموجوده عندي، كونتينر الرئيسي، واحد هيعمل تشانكس، وواحد هيشيل الايه الملفات بتاعتي. طيب تعال نشوف اللي بعده على ما ده يخلص.
بيقول لك طبعا دلوقتي لو انت يعني اتاكد ان انت عندك حاجه اسمها اند بوينت وكي على الايجور اوبن اي اي. يعني لو انا رحت للايجور اوبن اي اي اهو ماشي، فممكن تجو تو ريسورس، يعني روح للريسورس نفسها اللي هي الراك ديت، ويقول لك بص لي بقى على حاجه اسمها الايه، بص لي على حاجه اسمها الكي والاند بوينت اللي هي دي الكي زيت والاند بوينت عشان هتحتاجهم يعني كمان شويه. وعندي هنا الاند بوينت فور يور ايجور اي اي سيرش، فين الايجور اي اي سيرش ده ماشي. هقول له هنا انا عاوز عاوزين نشوف مثلا ال deployment details في ال overview. جو تو ريسورس هيت، نعمل لها جو تو ريسورس، كانت لسه بتتنشأ بس. بعد كده نبص على حاجه اسمها اليور ايه، اليور ال ده يقول لك يعني ايه، اتاكد ان انت عندك حاجه اسمها اليور ال ده موجود، والكيس طبعا ايه برضه ايه موجوده، يعني في هنا كي موجوده هيت، وفي عندك في الاوفر فيو في عندك حاجه اسمها يور ايه يور ال عشان هنحتاجها كمان شويه. طيب ده بالنسبه للجزء ده. بعد كده قال لي انا عاوز اعمل ابلود للملفات اللي موجوده عندي. طيب الملفات اللي موجوده عندك دي، قال لك اعمل لي يعني اعمل لي داونلود الاول للملفات اللي موجوده عندك اصلا في اللينك ده. انت لو دخلت على اللينك ده كده هتلاقي ان هو بيحمل لك ملف زي اي بي وفيه الملفات دي اللي انا حاططها لك هنا في ايه، في برضه في الفولدر اهو. بعد ما تحملها اهوت، بعد ما تحملها خلاص بقى انتوا عارفين ازاي تحملوا كمان ده الكلام ده. قال لي ادخل على ايه، قال لي ادخل على الستورج براوزر ماشي، تدخل على الايجور بورتال وتروح للستورج براوزر. فين الستورج براوزر اللي احنا كنا عاملينها اللي هي دي ماشي. هنا بيقول لي ايه view errors detail، في هنا حاجة فيها مشكلة وهو بيكريت الايه resource دي. نرجع للأصل كده نشوف ايه اللي كان ناقص. المفروض ان ده ستاندر، والال ار اس ممكن اسمي ده اسم تاني لو ايه لو مش عاجبه، سميه مثلا لان بي دوكيمنتس ماشي. وممكن نختار هنا لو انا عندي هنا الاس 2 ممكن ماشي، ممكن نختار ده كده ونشوف كده الدنيا هتمشي ازاي. قلت له ريفيو كده، عمل كريت اهوت، نقول له اعمل كريت. كده عمل انشاء لبيه للستورج بتاعتي بس لسه طبعا شغاله، ننتظر عمال ما تخلص وبعد كده ندخل نشوف ازاي نعمل ابلود للملفات. نعمل go to resource. لما نعمل go to resource في الحالة ديت قال لك ان انت عندك هنا ايه، يعني هنروح طبعا هنا في الـ طبعا لما حملنا الكلام ده كده يعني قال لك روح للستورج براوزر وهتسلكت حاجة اسمها بلوك كونتينر، navigate to your storage account and view storage storage browser. فاحنا دلوقتي واقفين هنا اهوت، فانا عندي هنا حاجه اسمها ستورج براوزر اهو ماشي. انا بمشي على الستيبس دي خلاص، هنروح للستورج براوزر ماشي. ادي الستورج براوزر، هتلاقي في عندك حاجه اسمها بلوك كونتينر، قال لك ان انت عاوز تكليك على البلوك كونتينر ده وسميها لي اللي هو هتشيل الملفات ديت، هنسميها مارجس ترافل ماشي. هنعمل كونتينر جديد، قال لك سميه ايه، سميه مارجس ترافل، نقوله كرييت
بعد كده ندخل على المارجز ترافل ده، هنقول له ابلود للملفات. الملفات دي موجودة فين؟ هنقول له انا طبعا حملتها عندي، موجودة في 2024، موجودة في الراج، موجودة في، لا مش ده، تاني نعمل ابلود تاني، نمسح ده بس كده عشان ايه، مش عاوز الملف ده اصلا. نعمل ابلود براوز، وبعد كده ندخل على الفولدر اللي هو فوق ده كده، ونعمل ابلود لكل الملفات دي. طبعا الملفات دي بتتكلم عن مدن، يعني بتتكلم عن نيويورك ولندن ولاس فيجاس دبي وهكذا يعني. طيب بعد ما هتعمل لهم امبورت كده، هتعمل ابلود للست ملفات دولت، هيبداوا ان هم يتحملوا عندك هنا في الاستورج اكونت. تعال نشوف بعد كده بنعمل ايه. عملت هنا ابلود ل 6 فايلز في المارجز اللي هو المارجز ترافل، اتاكد انت طبعا رفعتهم على مارجز ترافل ماشي، ده اللي هو ايه نفس الكلام. طيب بعد كده بقى ايه، عاوزين نعمل ديبلويمنت للمودلز. لو جينا بصينا للصوره دي هتلاقي انت محتاج هنا 2 موديل، موديل بيعمل امبيدنج وموديل اللي هو بتاع الايه الشات جي بي تي ماشي. فهنعمل ديبلويمنت للموديل بتاع الامبيدنج والموديل بتاع ال ال ام، دي الخطوه بتاعت دلوقتي. طيب هنعملها ازاي دي؟ بيقول لك ان انت هتروح على الليجر بورتال برضو، هتروح للاوبن اي اي ريسورس وهتستخدم اللينك عشان تاوبن الايجر اي اي ستوديو. فانا هروح دلوقتي للايه، ليه انا واقف دلوقتي هنا، خلينا نعمل بورتال جديده ونسيب ديت موجوده زي ما هي عشان انا هحتاجها دلوقتي. هروح دلوقتي للايه، للاوبن اي اي اللي هي اسمها ريك، وقال لي روح فين الأول؟ قال لي روح الإيجر بورتال، هتروح لحاجة اسمها الـ Open AI Resource على كده، عشان الـ Open AI Resource إيه مش ظاهرة هنا كده، اللي هي المفروض دي ماشي، اللي هي فعلا علامة شبه الشات جي بي تي كده. وبعد كده اختار منها الـ Azure Open AI إيه Studio، اللي تدخل على الايجو اوبن اي اي ستوديو. بعد ما تدخل عليه المفروض بقى تعمل، هتختار الديبلويمنت وتعمل ديبلويمنت للموديل بتاع الامبيدنج والموديل بتاع مين، بتاع، والموديل بتاع كمان الشات جي بي تي. طيب تعال نشوف كده هنعمل الكلام ده ازاي. انا دخلت دلوقتي اعمل لك ساين ان، عاوز ادخل باكونت، انزل اكونت اللي هو الاكونت ده كده. هنا دخلت على مين، على الايجور اوبن اي اي ستوديو، هقول له انا اختار الايه الريسورس بتاعت اوبن اي اي اللي انا شغال عليها، واقول له استخدم الايه الريسورس دي. طيب هيظهر لك الصفحه دي كده. تعالى بقى نشوف بقى ايه اللي بعده. قال لك في عندك حاجه اسمها ديبلويمنت موجوده في الصفحه دي كده اهيت، اللي هي الديبلويمنت موجودة تحت المانجمنت كده، تختارها. بعد ما نختارها هنبدأ بقى نعمل اتنين ايه، اتنين مودلز. الموديل الأولاني اسمه اللي هو التكست امبيدنج، اللي هو بيطلع الفيتشرز بتاعة التكست، هنسميه بنفس الاسم ده كده، وهنختار الديبلويمنت تايب ستاندرد والتوكنز بير مينت 5000 والكونتنت فلتر ديفولت والنيبل دايناميك كود. طيب فهنيجي هنا كده نقول له كرييت نيو ديبلويمنت، ادي الاسم بتاعي اللي انا خدته كابي، اقول لك سيلكت الموديل، هتلاقي بقى جميع المودلز اللي هنا اللي انت بتاعه الامبيدنج وبتاعه الشات جي بي تي. فانا اقول انا بعمل الموديل دلوقتي اللي هو بتاع مين، اللي هو بتاع الامبيدنج، اللي هو نفس الموديل اللي انا ايه مختاره فوق هنا ده ماشي. طيب الموديل فيرجن ايه؟ قال لك الديفولت فيرجن، الديفولت خليه الديفولت زي ما هو، والديبلويمنت زي ما هو برضو، وقال لي هنا اختار ايه، اختار 5000. بعد ما اختار 5000 قال لك الكونتنت فلتر اختاره ديفولت، اختاره ديفولت، وبعد كده اقول له كرييت.
هيبدأ إن هو يعمل لك كريت ليه ديبلويمنت كده ويحطها عندك هنا. طيب هنعمل واحدة كمان، هنعمل واحدة كمان لمين؟ لل الجي بي تي 35 تربو 16 كي. فهنيجي هنا كده نقول له كريت نيو ديبلويمنت، ادي الديبلويمنت الجديد، ادي الموديل هختاره هو نفسه برضه اللي هو 35 تربو 16. ماشي، تعالى بقى نشوف التفاصيل بتاعته. قال لك هنا ديفولت ستاندر، ماشي، وانيبل برضه ديفولت ستاندر، ما فيش اصلا 5000، هنحط 1000 زي ما هو خلاص. وبعد كده بيقول لي هنا اختار ايه، اختار الديفولت، هنقول له برضه كريت. كده احنا عملنا ايه التو مودلز اللي احنا هنستخدمهم، الموديل بتاع الشات جي بي تي اهو، والموديل بتاع الامبيدنج اللي هو هيطلع الفيتشرز من التشانكس اللي انت المفروض شغال عليه. طيب بعد كده ايه الخطوه اللي بعد كده؟ خطوه بعد كده بيقول لك بقى كريت اندكس، هيقول لك روح للايجور بورتال، نافيجيت تو يور ايجور اي اي سيرش. فين الايجور اي اي سيرش اللي احنا كنا عاملينه اسمه الجيت تشانكس ده؟ ان ذا اوفر فيو بيقول لك روح للاوفر فيو بيج، سيلكت امبورت اند فيكتورايز داتا. فالاوفر فيو اهيت، ماشي، وفي هنا بقى حاجه اسمها سيلكت امبورت اند فيكتورايز اللي هي دي، ماشي، ديت في الاوفر فيو اهوت، وبعد كده امبورت اند فيكتورايز داتا، فكليك عليها كده هيفتح لك الصفحه دي كده. الصفحه ديت بيقول لك ايه بعد كده؟ هتختار اللي هو الايجر بلوب ستورج، هدخل على الايجر بلوب ستورج، وبعد كده هبدأ ان انا اقول له الاستورج نيم بتاعي اللي هو بقى ايه اللي احنا سميناه اللي هو ال NLP documents، والبلوك كونتينر المارجس ترافل اللي احنا حطينا فيه الملفات، ادي البلوك كونتينر والمارجس ترافل، ونسيب دي فاضية ونسيب دي فاضية ونسيب دي فاضية. وبعد كده ايه، وبعد كده هنقول له ايه، هنقول له نيكست. طيب بعد ما تقوله نيكست هنا هتختار الموديل اللي هو بتاع الامبيدنج، عشان هو ده اللي هيشتغل على الملفات بتاعة الدوكيمنتس. يعني هنا قال لي ايه بعد كده، بعد ما تخلص الكلام ده كله هتقول له فيكتورايز يور تكست سيلكت ذا فولوينج، برضه هنختار الموديل ديبلويمنت اهوت، ونتأكد ان الكلام ده كله مظبوط اللي هو الايجور اوبن اي اي، ماشي، والايجور فور ستودنت، واسم الريسورس بتاعتي، وبعد كده اسم الموديل، وهنقول له كمان اي اكنولج لانه قال لي كمان ايه اعمل اي اكنولج دي. وبعد كده بقى ايه كليك ايه كليك انتر نيكست. بعد كده هو مش عاوز يسلكت الحاجات دي، ماشي، دونت سيلكت ذا اوبشن، مش هتسلكت اي حاجه من الحاجات دي كده، هتقول له نيكست. بعد كده هنا في ايه، بعد كده نشوف بيقول لي برضه في نيكست ايه انيبل سيمانتيك رانكينج اند سكادول ذا اندكسر تو ران وانس. فين ال هنا هو اصلا معمول ران وانس اساسا، واقول له ايه، واقول له، وقال لي كمان انيبل سيمانتيك، هو اصلا معمولها برضه انيبل، اقول له إيه؟ اقول له انتر او كرييت. قال لك هنا غير لي اسم الاوبجكت نيم بريفكس اللي ايه نفس الاسم بتاع الملفات اللي احنا كنا محملينه، فهنغير هنا الاسم اللي هو الاسم ده كده، وبعد كده اقول له ايه كرييت ايه تاني. بس كده احنا خلصنا الحاجات الاساسيه على ايه، على الموقع اللي احنا شغالين عليه، ونقول له ستارت ايه سيرشنج، عشان يبدا بقى ياخد الملفات ويقطعها ويبدا ان هو ايه يظبطها عندي. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه بقى، قال لك انت هتدخل بقى على الجيت هاب ده تعمل لي كلون للكود ده. فانت هتدخل على الموقع ده كده هتلاقي فيه عندك كود تنزله عندك، ماشي، كود ده تعمل له كلون وتنزله عندك كده. بعد ما تنزله عندك مثلا في الدوكيمنتس مثلا، ده اسمه ايه ده، ام اس لير مثلا، هنا برضو ام اس لير اللي هو الام اس لير اوبن مين ده، فادخل جواه كده
هتلاقيه اللي هو موجود هنا اصلا بتاع اسمه راج، انا سميته راج اهوت، هو نفس الكود ده كده ماشي، بس انا سميت بس الفولدر بتاعه راج وطلعته بره. هقول له بقى السي ام دي وابدا افتح الكود اللي هو بتاع الفي اس كود. عاوزين دلوقتي بقى نكونكت على الكود ده كده ونشوف الدنيا هتشتغل ازاي. طيب طبعا شباب هتلاقي انت عندك ما تيجي تشتغل هنا كده على الفولدر هتلاقي في عندك هنا بايثون وحاجه اسمها انف وحاجه اسمها ايه الاون ديتا ماشي، هتلاقيه جاب لك حاجه زي كده ديفولت يعني ماشي. فانا هشيل طبعا الحاجات اللي موجوده هنا واحط الايه واحط انا الحاجات الخاصه بيا يعني. ماشي، فهنشيل كل ده، هتفضي دول بس كده تخليهم فاضيين ماشي. يعني الشات جي بي تي 35 ده هيكون زي ما هو، ده اللي هو هيتغير برضو، ده كان ايه ده كمان هيتغير. اقول لك بقى الحاجات دي كلها بتيجي منين. اول حاجه اللي انا عندي اللي هو لو انت جيت بس كده بيقول لك اوبن اي اي اند بوينت، فانت هتدخل دلوقتي على الريسورس بتاعه الاوبن اي اي اللي هي بتاعه دي ماشي. طيب عندك هنا في عندك كي، طبعا كنا فاتحين اللي هي راج 4 وحاجات اللي بتاعه اللي هي الاوبن اي اي ريسورس ماشي. فهتاخد الكي الاولاني ده كده ماشي وتحطه فين؟ الكي ده هيبقى في التاني، هيبقى في الجزء التاني، لان هنا انا عاوز الكي في الجزء التاني وعاوز الاند بوينت في الاولاني. طيب الاند بوينت فين؟ الاند بوينت اللي هي اللي تحت دي، هتاخد الايه الاند بوينت كده وتحطها فوق. طيب هنا قال لك الديبلويمنت موديل انت هتستخدمه اللي هو نفس الموديل اللي هو الشات جي بي تي، الجي بي تي 35 تيربو 16 كي، ده الموديل اللي احنا هنستخدمه اصلا ماشي خلاص. طيب يعني الكلام ده اصلا مكتوب تحت، مكتوب هنا تحت، بس طبعا في الاول لازم تعمل برضه انستول للمكتبه دي الاوبن اي اي عشان طبعا يكونكت عليها. فانت طبعا هتيجي هنا كده وتقول له ايه، وتقول له بي اي بي انستول اوبن اي اي، يبدا ان هو يحملها لك ويسطبها لك. طبعا عشان انا حملتها قبل كده وسطبتها يعني فهي موجوده خلاص، دي الستيب يعني اللي بعد كده. بعد كده بقى بيقول لك لو انت شغال سي شارب او بايثون شوف انت شغال ايه، وروح يفتح الكود بتاع الايه بتاع الحاجه اللي شغاله. فانا دلوقتي شغال بايثون خلاص، هنفتح الكود بتاع الايه بتاع البايثون اللي هو ده، اللي شغال سي شارب هيفتح ايه، هيفتح سي شارب. طيب بعد كده هناخد بقى الكيز والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي، وقال لك قال لك النيم بتاع السيرش اندكس اهوت اللي هو الاخير ده اللي هو ده حطيناه زي ما هو كده. فاضل لي مين؟ وطبعا الموديل احنا عارفينه، فاضل لي بقى الايه الايجور سيرش اند بوينت والكي. طيب اجيب الاند بوينت بتاعت الايجر سيرش دي منين؟ هتروح اللي هي بتاعت السيرش دي كده ماشي، وتفتح الاوفر فيو بتاعتها، هتلاقي ان انت عندك هنا ايه، لا دي مش السيرش اللي هو بتاعت الايه، فين بتاعت السيرش؟ نروح لها منين؟ ممكن نروح للموقع نفسه ونفتح ايجور بورتال ونجيب كل الريسورسز ونختار الايه اللي هي بتاعه الايه السيرش اللي احنا هنشتغل عليه، نجيب منها الحاجات اللي هو عاوزها. فانا عندي هنا اللي هو المفروض الاي اي سيرش انا كنت مسميها ايه دي، وقال لي هنا روح لمين الاند بوينت وير ذا سيرش سيرفيس، سيرش سيرفيس اليو ار اي، كان في واحده كده فيها يو ار اي كنا جايبينها كده على جنب. مش هي دي؟ اللي هي جيت شانكس، اللي هي الريسورس بتاع جيت شانكس اليو ار ال اي. فهناخد اليو ار ال ده كده ماشي ونحطه فين؟ ونحطه في ده الاند بوينت، هنحط هنا اللي هو اليو ار ال بتاعها، وبعد كده الكي قال لي هناخد كي من الكيز الموجودة عندي دي، هناخد الايه مثلا اللي هو البرايمري كي اللي هو اول واحد ده، ونحط الكي ده هنا ماشي. ودي طبعا المارجس اندكس، وده طبعا ايه الموديل. يبقى احنا كده مشينا ستيب باي ستيب اهو، الثلاث حاجات دول بجيبهم من الاي اي
الاوبن اي اي ريسورس، والحاجتين وده بجيبه من الايجور سيرش اند بوينت اللي احنا كنا مسمينه جيت تشانك اللي هو ده. هتلاقي عندك في الاوفر فيو اللي هو اليور ال، هتاخده زي ما هو كده وتحط عندك في الايه، تحط عندك هو الاند بوينت بتاعك، وهتاخد واحده من الكيز اللي موجوده عندنا فين، اللي موجوده عندنا هنا كده، قال لك خد البرايمر وحطها عندك خالص. طيب طبعا الكلمه ديت ايه ثابته. طيب تيجي تكمل بقى كده، هيقول لك ان في كود لازم تحطوه عندي، الكود ده لازم تاخده كوبي بيست كده وتضيفه عندك في ايه، وتضيفه عندك في الايجو ماشي. طيب الكود ده اللي هو الجزء ده، يعني الجزء ده اللي هو مش يعتبر، لو فتحت ملف يعني الاول وجديد هتلاقيه مش موجود، فانا هاخد اخدت الكود اهوت واضيفه هنا كده واعمل بس ايه ازاي عشان اظبطه عشان يبقى كل حاجه مظبوطه. بس كده، كده احنا خلصنا ايه كل حاجه، اتاكد ان كل الدنيا بتاعتك تمام وان ده المود اللي انت شغال عليه كل حاجه واخدها ايه مظبوطه خلاص. طيب في هنا بس كان في مكتبه، يعني كان في مكتبه هنا اسمها اللود دوت انف، دي انا مش محتاجها في حاجه، كل ما تيجي تسطب ما بتسطبش، فانا عملت لها يعني لغيتها ولغيت كمان السطر بتاعها اهوت ماشي. وبقى لي بس ايه يعني عملت كل حاجه هنا، كان المفروض اصلا نروح للانفايرمنت دي ونحط كل حاجه هنا ونكونكت عليها بالملف، فانا لغيت الكلام ده كله عشان المكتبه دي مش بتتسطب اصلا، فانت اعملها بالطريقه دي كده والغي السطر ده كده ماشي، والغي السطر الايه، والغي السطرين اللي فوقه كمان هم ما لهمش لازمه مش محتاجهم في حاجه. طيب تعالى بقى ايه نرن الكود ده كده ونشوف الدنيا شغاله ازاي. فنيجي على بايثون دي كده ونقول له ايه اوبن ان انتجريتد تيرمينال عشان يفتح لك الفولدر ده في التيرمينال اللي انت شغال عليه تحت، وبعد كده تقول له انا عاوز ارن الملف اللي اسمه بايثون. بايثون ايه بقى؟ بايثون او اللي هو الاون ديتا. المفروض دلوقتي لما كليك انتر هيقول لك اسال لي سؤال، السؤال ده اللي هو له مثلا تيل مي اباوت لندن. طيب نتاكد بس الاول ان الريسورسز اكتملت، مفيش حاجه شغاله، كل حاجه ايه ان هي اكتملت خلاص ماشي. دلوقتي نيجي نسال سؤال بقول له تيل مي اباوت لندن. طب ليه بقول له تيل مي اباوت لندن؟ عشان طبعا انا دلوقتي الملفات اللي انا رافعها له دي كلها بتتكلم عن المدن اللي احنا بنشتغل عليها. طيب فهنبدا ان احنا نساله السؤال، المفروض ان هو يرد عليا، بس هنا بيجيب لي ايه بقى؟ هنا بيجيب لي حاجه اسمها ريت ليميت از اكسيدد. انت هتقارن يا شباب الموضوع ده مثلا كل 10 ثواني مره، من ضمن مثلا 20 ولا 30 مره كده يرد عليك مره ولا اتنين. ليه؟ لان هو اصلا يعني الاكسرسايز اللي احنا عاملينه ده عاملينه بشكل ايه، عاملينه للتدريب فقط، والبروسيسنج بتاعتها بتبقى قليله جدا ماشي، وانت ليك حاجات معينه يعني ليك كليكس معينه ترن فيها، فطبعا انت هترن كذا مره. بس اللي يأكد لك المعلومه ان هو شغال، ان ريكوست ان في مثلا التيل مي اباوت سيرفر ده ريكوست هينبعت لي السيرفر، فمثلا هاجي اسال السؤال دلوقتي تاني هقول له مثلا تيل مي، انا كل 10 دقايق مفتكر ممكن في خلال مثلا كام مره كده يرد عليك مره كده بايه من المرات اللي احنا بنشتغل عليه. about land sending the following request، الريكوست بيروح للاوبن اي اي اند بوينت ماشي، بس بيقول لي في الاخر ريت برضه ليميت از ايه از اكسيدد، يعني مش دايما بيجي مش دايما بيجي الخطا ده، بس ايه يعني انت بترن كل 10 ثواني كده وتشوف واحده من ضمن الخطوات انت هتعملها ايه هترن معاك خلاص. ده اللي هو الايه، ده اللي هو الاكسرسايز بتاع مين، بتاع الرياج. اللي هو بالطريقة دي كده ممكن ننتظر شوية كده وبعد كده ايه نبقى نرنه تاني. في حاجات ساعات بتبقى شغالة مثلا في الباك جراوند لسه ما اتظبطتش مع بعضها كده. ده طول شوية اهوت ممكن يعني يظبط معانا. برضه نفس الكلام، ده نهاية الايه اللاب اللي هو بتاع الراج. بس طبعا انت اتخدت اللاب ده ليه؟ عشان لو انت شغال مثلا في شركة بقى، فانت المفروض اصلا عندك الصلاحيات اللي انت بتستخدمها بتكون عالية جدا، وعدد الكليكس او عدد التيست اللي انت بتعمله بيكون كتير، يعني مش بيكون واحدة ولا اتنين، لا انت بتست وبتجرب وبتطلع نتائج على طول،
والاكسليريتور اللي هما مديهولك على الموقع بيكون عالي جدا، لان الشركه المفروض هي بتدفع فلوس ماشي، لكن احنا بس عشان احنا بنتدرب بس، فالموضوع بالنسبه لنا ايه، الموضوع بالنسبه لنا يقول لك تجربه هي مره واحده بس، يعني حتى لو انا مثلا عملت مره زي دي كده وما جابليش نتيجه ممكن ما يجيبليش نتيجه تاني، بس هو عمل معايا مره واحده بس جاب لي نتيجه رد على السؤال مره واحده فقط بس من ايه، من المرات اللي احنا عملناها كلها ماشي. طيب بس انا طبعا مشينا بنفس الستيبس صح، بدون اي ايه، بدون اي مشكله. طيب ده مثال من يعني من المرات اللي هو اشتغل معايا فيها، طبعا الإجابة جت لهيت واضحة، بس طبعا عشان احنا معانا سبسكريبشن بس ستودنت، فمش كل مرة هيجيب لك النتيجة يعني، وعشان طبعا انت لو بترن كتير على الموقع نفسه مش هيجيب لك نتيجة سريعة كده مرة واحدة يعني ماشي، بس حاولت بس أفيد لكم إن إيه، إن النتيجة فعلا بتيجي. ده بقى إيه، عشان لو انت شغال في شركة ولا حاجة يبقى انت شغال بنفس الستيبس.